لم يبقى للودادين الآن إلا إمتاع الجماهير بعد الهدف الثالث الذي سجله فريق الوداد. والمسجل دائما فابريس أنداما. فابريس خطيرة، رابع للودادين، هدف رابع للودادين. إذن الهدف الرابع للوداد، وينهي بشكل رسمي وكبير المدافع أيوب الخالقي، يهدي فريق الوداد هدف رابع ويؤكد الفوز المهم الذي بصم عليه الوداد في مواجهة اليوم. تابعوا أخطاء دفاعية بالجملة في الوقت الذي بحث فيه لاعبي فريق شباب المزيرة من أجل تقليص النتيجة. يأتي الهدف الرابع بالنسبة